هلكنا بالخطابات، هذا محور الممانعة اللي كترأس إيران، كيسعى غير تقسيم الدول العربية، لبنان وكذا وكذا. أنا بالنسبة لي هذا الاتجاه اللي غدا فيه الجزائر، إلا كانوا ما ظنوش الإخوان بأنهم كيحاولوا ينصبوا علينا كعرب، لأننا نحن الحمد لله عندنا واحد، شفنا شنو واقع هاد 20 سنة الأخيرة. هذه عملية نصب واحتيال فقط على الشعب الجزائري فقط، تيقن تقوم يا به الإخوان. الجزائر، استسمع، ما تقوم به الجزائر ما هو إلا خدمة للدول الأوروبية، والمغرب قام بهذا التحالف الثلاثي مع أمريكا وإسرائيل، والله العظيم ليس من أجل ضرب الجزائر لأنها لا تسوى شيء، بل إنما ضرب أوروبا في الصميم على أن الأخ النفاق الأوروبي، النفاق الأوروبي هو السبب. تكلم أخويا، اسمع لي اسمع لي، لا اسمح لي، ما كاين فقط حتى مشكل. لا انا اللي بغيت تفضل تفضل. لا سيبهم، مش لا هذا انا تكلم. اللي بغيت نقول لك الاخوان، اللي بغيت نقول لكم الاخوان، راه اسرائيل عندها واحد التقدم في واحد التكنولوجيات اللي هي طورات فيها، وكتعرفوا بان الغرب ما بغاش يبارطاجي معنا التكنولوجيات اللي وصل لها في عدة ميادين، في عدة ميادين. راه حنا 50 سنة وحنا كنديروا صناعة السيارات، وهما كيديروا غير التركيب في سوماكا في كذا وبزز باش وصلوا معنا الرونو ديال طنجة، ما كيعطيوك حتى شي صناعة، ما كيعطيوك حتى. تخيل معايا دابا في الصناعة ديال الدرونات، عطاو الصناعة الإسرائيلية تقبلات أنها تدير صناعة ديال الدرونات فوق التراب المغربي، والمغرب بدا يصدرها لجميع الدول اللي بغا هو، تولي صناعة محلية. فهمتي، هذيك الدول الأوروبية اللي كدير الديكتاتورية ما كتبارطاجيش معنا، ما كتبارطاجيش معنا جميع هذا. وهذا الشيء الحمد لله فيه مصلحه المملكه المغربيه. انا اللي بغيت نقول لكم الاخوان، غير داك الشعارات ديال فلسطين وكذا، كنتمناو لانه احنا الحمد لله عرفنا، كنعرفوا شكون هما العرب اللي كيدعموا فلسطين، كنعرفوا شكون هما الدول اللي تسعى الى تقسيم الفلسطينيين، شكون اللي كيمشي يدعم حماس ضد فتح، شكون اللي كيمشي يدعم فئه ضد فئه، ماشي ايران والاصدقاء ديالها حزب الله ودوك الناس. اما احنا مثلا العرب، كسوا المغرب، دول الخليج العربي، كسوا الدول الشريفه اللي تنعرفوها في جميع الدول العربيه، فهي كتدعم السلطه الفلسطينيه اللي هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لا تدعم حماس من جهه وتتقول لك نحن ضد هذا وفئه ضد فئه. هذه كتسمى بحال اللي دايرين بالضبط بحال اللي كاين في لبنان. في لبنان هذا المثال ديال لبنان، والله العظيم لا خصنا نهضروا عليه، لانه ولات دوله داخل الدوله، ولات عندك تماما الا تماما. بغيتي تهبط لجنوب لبنان، اللبنانيين تيعاودوا لنا تيقول لك خصك تاخذ لوتوريزاسيون من عند حزب الله. تخيل معايا، جنوب لبنان ولا تابع لحزب الله وتابعين للشيعه وتابعين لكذا. وهذه امور اللي هي، شوف دابا ايران تسعوا الى تقسيم الدول العربيه، وخصهم باش يخبيوا هذا الشيء، خصهم يبينوا يقول لك نحن ضد اسرائيل. يا اخي انتم هما اللي كتفيدوا اسرائيل بتقسيم الدول العربيه، واللي غادي يمشي في تماما هذا الطريق تماما. كيضعفونا، كيضعفوا العرب للاسف. اسرائيل، فما تنساوش ديما، ديروا في بالكم بان اسرائيل دوله اللي هي ديال 10 ولا 12 مليون نسمه، دوله اللي عندها واحد البي بي ديال 300 مليار دولار، بي بي ديال 300 مليار دولار. مثلا السعوديه فايتها، دوله مثل السعوديه فايتها. دوله ديال اسرائيل فهي دايره بجميع الدول العربيه، نهار غيتحدوا الدول العربيه ويدوروا لها ما يمكنش تعيش، غير قابله للعيش الا ما اتحدتش مع الدول اللي، فهمتي شنو بغيت نقول لكم؟ الخطر جاي من ايران، هذيك هي الدوله التي تضعف الدول العربيه. هذه لأنها هي النقطه ديالي إيديولوجية، والاخوه الجزائر لأنها إيديولوجية، ايديولوجيا، هذا هو، هذه هي النقطه اللي بغيت نقول. ليس اما اللي كاليهود بغى يضرب يريدون الشعب أرضا. الغرب، يريدون واخا يكون عندهم هذه الارض هذه، ماذا سيفعلون فيها؟ أنا راهم دايرين فهمتك، بالعرب. حبيت غير نمشي معك في نفس السياق. لا يعني انا متفق معك. الإيديولوجية الإيرانية صعبة، الإيديولوجية الإيرانية ممكن أن تدخل إلى الدول بحدودها وبكل شيء. إسرائيل تريد مكانا مكانا، لكن لا تسوق الايديولوجيه. الا انه في النهايه حبيت في نفس السياق ديالك والسياق ديال كمال، اريد فقط ان اقول شيء يعني بسيط، ان المغرب تحالفه معاهد مع اسرائيل وامريكا ما هو الا لضرب اوروبا، هذا هو النقطه الاساسيه. اما الجزائر، المغرب لقد تجاهلها من 50 سنه، عمل حائط وتجاهلها. عمر المغرب لم يسحب سفيرا جزائريا، سحب سفير إسبانيا وألمانيا وحتى فرنسا. لماذا؟ لأن هذه الدول تنافق هذا التحالف الإسرائيلي، إنهم موجهون بالدرجة الأولى إلى أوروبا، لأنهم ينافقون ويستعملون الجزائر. أولهم فرنسا ثم إسبانيا كانت وتغيرت، لكن التحالف المغربي الأمريكي الإسرائيلي كان هدفه هو القضاء على هذا النفاق الأوروبي الذي يستعمل الجزائر من 1975. عمر فرنسا ما كانت إلى جانب، وقد اتضح لنا هذه الأيام يعني القليلة الأخيرة على أن فرنسا كانت تحاول دائما أن تنافق مع المغرب
وضد المغرب. إسبانيا وألمانيا كذلك. شفت المغرب استطاع أن يسحب السفراء دياله من جميع الدول الأوروبية. هل سحب سفيره من الجزائر؟ أبدا، لأنه يعرف أن الجزائر لا تشكل خطرا. تفضل أخوي العزيز. تفضل تحياتي أخوي. لك كلمة. نمشي في نفس السياق اللي قلته انت، اللي مشيت فيه انت، ونذكره بالتصريح ديال وزير الخارجية بوريطة، فاش قال مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، ولا العكس، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وهنا هذا التحالف، هذا الاتفاق ديال أبراهام، يعني قلب موازين القوى مع أوروبا. حتى ولا الخطاب، حتى خطاب جلالة الملك، شفناه كيفاش كان موجه للدول يعني التي يعني عندها ازدواجية في الخطابات. واليوم ولم تكن ولم تكن الجزائر حتى في عقله لما كان يتكلم كانت أوروبا. نعم تفضل خويا، تفضل. نعم في الخطاب كانت فيه إشارات واضحة. الأول الخطاب قال يعني أنه وجه كلامه لأوروبا، ثم تكلم على أنبوب الغاز النيجيري، وهي رسالة لكل من يتبجح بالغاز، كيقول له أنا غادي نضربك دابا في لو سونتر دو غرافيتي ديالك، سوف أضربك في مركز الثقل، يعني في الشيء في 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 الأمر، يعني في مركز القوة ديالك. ومن بعد يعني في الختام يعني تكلم على حية أو أشاد بالدور المؤسسة العسكرية في البلاد، وهي في إشارة بأن المغرب جاهز لأي لكل الاحتمالات. بالنسبة للقضية الفلسطينية، كيف تستعملها الجزائر؟ فهي تستعملها بطريقة يعني بئيسة. إذا ما لاحظنا مثلا الدبلوماسية الجزائرية كيف تعاملت مع الدول التي يعني أعطت موقف إيجابي في قضيتنا الوطنية، مثلا لما إسبانيا اعترفت بالحكم الذاتي واعتبرته أنه الحل الوحيد ألمانيا للأزمة، ألمانيا، رأينا كذلك. الدبلوماسية الجزائرية تخرج ببلاغات واضحة، بينما الدول مثلا التي يعني تقوم يعني بمواقف ضد فلسطين، لم نرى للدبلوماسية الجزائرية شيء. من داخل الأمم المتحدة لا نسمع للدبلوماسية الجزائرية أنها تتكلم وتترافع كما تترافع البوليزاريو. إذا بالنسبة أخي تحفة، أخي تحفة، حتى يكون بيننا واحد الحوار وجدال، ماشي جدال، حوار. والله العظيم حتى النيجيري، سميتو الأنبوب النيجيري المغربي الأوروبي، أقسم لك بالله لم يكن يقصد به حتى الجزائر. لماذا؟ لأن المغرب إنه يتجاهلها. المغرب النيجيري المغربي كان يريد به فقط لا بروسبريتي، ويبغي فيه أن يكون هناك لأفريقيا. هذا هو اللي يعجبني أنا في ملك محمد السادس نصره الله، يفكر دائما في الإيجابيات قبل أن يعاكس من الجزائر. الجزائر بالنسبة للمالك ولا المغرب ولا النظام المغربي لا تسوى شيئا. أنا نقولها لك وأقسم لك بالله. تعرف أفوار الأنبوب النيجيري المغربي هذا من أجل لا بروسبيريتي وغناء الدول الإفريقية ومساعدة الدول الإفريقية بما فيهم المغرب وموريتانيا، ووصول كذلك، فعلا وصول كذلك الغاز إلى أوروبا من أجل يعني تنافس، ولكن في نفس الوقت يريد فقط إعطاء صورة على أن هناك تعاون. أما أن يعاكس الجزائر، عمر ما كانت عند السياسة المغربية هذا الشيء. السبب الوحيد أنه إنسان ملي كيعرف القيمة ديالو ما كيحتاج للمعاكسات. جامع صحيح، أنا كان شفت أدبنا، واستسمح للتدخل أنا غير باش نحاول باش يكون واحد الحوار بيناتنا. مزيان تفضل خويا مزيان العزيز. مزيان. وحتى يعني هذا الكلام ديالك يزكيه تصريح بوريطة، يعني لما كانت الأشغال ديال الجامعة العربية، قال جلالة الملك كان يحبذ أن لا تبقى يعني أن لا يبقى دور الجامعة العربية مقتصر على إصدار القرارات السياسية فقط، بل كان يريد يعني جلالة الملك لهذه الجامعة العربية منذ أن اعتاد العرش أن يكون يعني القرارات التي تصدرها هي قرارات اقتصادية وتعاونية بين الدول. وهذه هي النظرة ديالو اللي مشى فيها في إفريقيا. يعني لما نتكلم على أنبوب الغاز النيجيري، فهو أنبوب تنموي، لأنه يمر على يعني فوالا على عدد فوالا كبير
على عدد كبير من الدول ويمر إلى أوروبا، ولكن فيه حتى أنه يحتمل يعني الأمرين، فيه يعني أمر تنموي وفيه يعني سحب يعني تلك الورقة التي يعني أن من يلجم. أجلها. أنا تحب تقول أخويا تحفة، تحب تقول في نفس الوقت قال لك من حجة ومنها زيارة، وفي نفس الوقت نعم يلجم، يلجم هذا الجار الذي كلما تكلم يقول لدي الغاز، ولا تعال أنت أنا أعطيك الغاز أنت ما أعطيك الغاز. متفق معك، ولكن كيبقى دائما 70 90% الهدف ديال الملك والهدف النظام المغربي هو أن إيجاد حلول لهذه المشكلة بتاعت الغاز لأوروبا وللمغرب ولبريطانيا وكل شيء. يوم المغربي يفكر يوم من الأيام أنه يعاكس هذا النظام الفاشل والجاهل، فهذا إنه ينزل إلى مستواه. العكس، المغرب كيشوف دائما الشعب الجزائري بواحد نظرة إيجابية، رغم أن هذا النظام هذا ما كيشوف الشعب المغربي بنظرة إيجابية. لهذا باش نقول لك القيم والفلسفة والسياسه بتاعت هذا النظام، لانه الحمد لله عليها، اقسم الحمد لله عليه انه يرى الاشياء بمنظارين فين توصل. اذا كان كيشوفوا الجزائريين النظام الجزائري بهذيك لي جمال، المغرب كيحاول يشوف بالميكروسكوب لي بيتيت ديتاي، لانه اي با تومبي دون لو بييج ديال الجزائر، لان اوروبا تستفيد وحتى امريكا نعم. وغيرها. فوالا، تفضل شوف خويا. كلامك يزكي حتى مذكرات كوشنر لما تكلم يعني على زيارته للمغرب، وقال بأن ملك المغرب له رؤية يعني يفهم السياسة الدولية والتوجهات الدولية بشكل يعني صحيح وبشكل يعني ذكي. تماما. وبالتالي يعني نعود للموضوع اللي هو موضوعنا الأصل. بالتالي الجزائر اليوم يعني مواقفها مع هذا الترويج الإعلامي، حتى يعني مسألة أنها أرادت صنع واحد الرأي عام عربي يعادي المغرب من خلال اللعب على وتر القضية الفلسطينية فشلت. وهنا الأمر يدل على أننا أمام نظام عسكري رديء. هذا النظام العسكري غير قادر على يعني حتى يعني التأثير بوسائله الإعلامية، فاشل يعني فاشل فاشل حتى على فاشل ما يقدروش يعادلوا. ويعني أنفق أموال كبيرة على البروباغندا وعلى منصاتهم الإعلامية. اليوم لما نشوف الجزائر، يعني عدد المنصات الإعلامية في الجزائر كبير، يعني هذه المنصات الإعلامية إلى أي شيء موجهة، مع العلم أن الجزائر 40 مليون نسمة. موجهة إلى الشعب الجزائري فقط، لا أقل ولا أقل، هذا هو. لأن لا أحد يسمع هذا النظام. هناك شوف، القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر فيها أمرين، فيها يعني محاولة لتشويه صورة المغرب ولم ينجحوا فيها، ونجحوا في الأمر الثاني وهو تدجين يعني للشعب الجزائري، ويعني اللعب على يعني تصدير الأزمة، ويعني جعل الشعب تماما. الجزائري يدوخوه، كيديروا له ديك لابيكيور كما كنقولوا، الإبر المخدرة. وبالنسبة لهم القضية الفلسطينية هي كإبرة مخدرة للشعب الفلسطيني، وهذا ما هذا ما هذا هذا الذي جعل القضية الفلسطينية يعني اليوم يعني فيها أزمة شيء ما، يعني ما من يعني لم يتحرك ملفها بشكل إيجابي. هي هذه المزايدات الغير المنطقية وهذه المزايدات يعني البائسة. صحيح صحيح، يعني هذا النظام يضع لو هذه سمحتم. القضية. تفضل أخوي العزيز، تفضل. لا سمحتوا لي، الله إكراما منكم، الله يعطيكم الصحة. شكرا بعد الأستاذ كلمة، أستاذ تحفة، والأستاذ اللي معنا. نعم الله يعطيكم الصحة، الكلمات ديالكم، المداخلات ديالكم، صدقوني انا غادي نقول لكم والله العظيم المداخلات ديالكم عميقه في التحليل. وهنا هذا انا بالنسبه لي والله العظيم كيبان لي نضج في اطار التحليل ديال الاحداث دوليه بواحد الشكل زعما معمق وبشكل يعني احترافي ان صح التعبير. وهنا غنركز انا على واحد النقطه اللي هي جد مهمه. اذا كانت العلاقات الدوليه طبعا هي علاقات تحكمها المصالح، ما كتحكمها شيء المبادئ، وما كتحكمها شيء يعني الاخلاقيات بقدر ما كتحكمها يعني المصالح والمنافع، تبادل المصالح والمنافع. واعتقد ان المملكه المغربيه لا تخرج عن هذا السياق في اطار علاقتها مع باقي دول العالم، في اطار يعني الدخول في مجموعه. تفضل. هذا قد الصوت ماشي عليك ولا ايه؟ كاين شي مشكل؟ الحمد لله.
اتقطع الكلام من عند الاخ محمد. تقطع. لا يمكن اجل الاتصال. السلام عليكم حرحرا. استاذ نجات. اهلا. السلام عليكم. اخي عدنان. عليكم السلام. مالك؟ الف سلام عليك. مبين عليك عيانه. الف سلام عليك. عيانه في. الف سلام عليك. سلامتك والله من صوتك باين عليك. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم الاخوان. غير باش نهضر معك في واحد النقطه. غير الا سمعتي ليك تهضرتي على الغازودوك ديال نيجيريا المغرب. نيجيريا أيوة. عندهم اكبر احتياط ديال البترول والغاز في افريقيا. اكبر احتياط عندهم يمكن عشرات الاضعاف ديال الاحتياط ديال الجزائر. نيجيريا عندها واحد الموقع جغرافي ما كيسمحش لها انها توصل الغاز ديالها والبترول ديالها لاوروبا. طلبات هذيك اكثر من 20 عام، اكثر من 30 عام في التسعينات طلبات من الجزائر، قالت لهم واش يمكن لنا نديروا واحد هذا. الله يجازيكم بخير. داروا هما كانوا داروا تحالف كان سماوه محور الجزائر لاغوس بريتوريا، ياك زعما تحالف ثلاثي باش هما اللي كانوا كيحكموا في الاتحاد الافريقي. وداروا تحالف معهم وقالوا لهم عافاك خصكم تعاونونا نوصلوا البترول ديالنا والغاز لاوروبا. الجزائر نصبات عليهم اكثر من 30 سنه وهي كتنصب عليهم هذا العام العام الجاي. نعساتهم اكزاكتومون اكزاكتومون. ومنين جا المغرب؟ حيت نيجيريا كانت كتنتظر باش خصها تسوق الغاز ديالها. ما يمكنش بالناقلات، راك عارف الناقلات غاليين وما يمكنش. احسن طريقه باش تسوق الغاز ديالك هي تسوقو بالغازودوك، هذه معروفه. منين جا دابا المغرب وبروبوزا على البروجي على الرئيس النيجيري في الزياره اللي كان دار بها جلاله الملك لنيجيريا، تقبلها وتقبلها وقال وبيان سور انفيستو فيها. ودابا راه هما اللي هذا، وكيف ما قلتوا فهو بروجي اللي غادي يعاون غرب افريقيا كلها، واحد 15 دوله غرب افريقيا أمامًا. كلها. واللي غادي يبقى من داك الغاز غادي يمشي لاوروبا، وغادي يحاول على الاقل يفك شويه ديك التبعيه اللي كانت لروسيا اللي كان دارتها المانيا، ديك التبعيه الكليه ديال الغاز الروسي. نقطه اخرى الاخوان ديال الدول التبعيه، الا بغيت نقول لكم كنا قبيله تنهضروا على فلسطين وكذا. في تاسيس ديال اسرائيل عقلتي بوعد بيلفور، كان الوعد بيلفور، كان ياك بوعد بيلفور هو اللي كانت به تاسست اسرائيل. كان مشكل في الشرق الاوسط، كانت هناك عده اتحادات كانت غادي توقع ما بين سوريا ومصر والاردن. الا كنتوا عقلتوا عليها، الا رجعتوا شويه للتاريخ غادي تكونوا كانوا عده دول كانوا غادي يتحدوا، دول عربيه كانوا سماوهم هذيك الساعات، كانوا غيكونوا اتحادات عربيه. وكانت بريطانيا ما باغاش هذا الامر هذا يتحدوا الدول ديال العربيه ديال الشرق الاوسط، سوريا فلسطين لبنان كذا كذا. وتاسيس ديالو على وعد بيلفور اللي كان غادي اللي كانت تقدمات به الارض الفلسطينيه. تاسيس ديالو على وعد بيلفور الو تقدمات به الفلسطينيه. الهضره تتعاود. قلت لك ديك الساعه فاش كانوا عطاوهم الارض، كان المغزى منها هي تقسم ديك الدول ما اتحدش بعد ذلك، فهمتيني؟ غادي يسوليهم هو الهدف الاولاني اللي كان ديما من العداء ديال الانجليز في ديك اللحظه. من العداء الانجليز اكزاكتومون. لوبجيكتيف نيميرو 1 وهو يكون ديك الدولات باش تقسم الدول العربيه، عمرهم ما يتحدوا وعمرهم يكونوا دول قويه. هي الدول هي سوريا والاردن ولبنان وفلسطين، وربما كانت تقدر يوصل الاتحاد حتى لمصر، حتى جمهوريه مصر العربيه. انا كنتسائل دابا في 2022 تنقول واش هذا الدور هذا ما كتلعبوش الجزائر في شمال افريقيا؟ هو نفس الدور الذي تلعبه الجزائر شوف هذا الدور الذي تلعبه فرنسا بأخذ العصا الجزائرية. الجزائر ما هي إلا وسيلة في يد فرنسا. شوف الجزائر لا تخمن، نظام الجزائر لا يفكر، نظام الجزائري فاشل، نظام الجزائري. أنا ماشي كنقولها لك هذا الكلام هذا حقدا، لا، وإنما هي الحقيقة. شوف نظام تستعمله فرنسا وبعض الدول الأوروبية وروسيا أحيانا من أجل فقط تقسيم شمال افريقيا وبعض الدول الافريقيه، استعملته فرنسا كثيرا ضد المغرب، لان فرنسا لا تستطيع ان تواجه المغرب، فتواجهه عبر الجزائر، عبر النظام الجزائري. الانجليز كانت تقوم بهذا نفس الشيء، وهذا هو اللي حبيت نقوله. واش تسمح على التدخل ديالي؟ لا عندك الحق انك تبغي. الا سامحتوني. تفضل. نعم خويا. تفضل اسمع. طيب. تفضل. غادي نكمل المداخله بشكل مختصر باش نفتح الباب للباقي الاخوه يشاركونا. استاذ حميدي، اعرف انا بس طلبت منك ايش، ما شاء الله عليك انت وهي الاستاذه كمان معنا، يبدو اليوم عيان الاستاذه تبعتنا ملمه بالتاريخ، وانت ما شاء الله عليك ملم. تمنيت عليك وبس، يعني بحكم انه انا يعني وبعض الاخوه ما بنعرف اي شيء عن موضوع القبائل، اذا كنت تدينا هيك يعني بس ما يعني هيك حاجة بسيطة يعني عن
بدي اسالك انه نخليه الموضوع لغدا ان شاء الله. مرحبا غدا استاذ. ممكن نضربوا موعد غدا انا والاخت نجاة والباقي الاخوه وتكون حلقه خاصه بموضوع القبائل. هو موضوع القبائل فيه ما يقال كثير لان القبائل في موضوع كبير يتقال يعني. صحيح صحيح. غدا بتوقيت المغرب ان شاء الله موضوع كبير وكبير جدا 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 القبائلي. صحيح. الساعه 5 بناسبك؟ الساعه 5 الساعه 6 غدا على توقيت المغرب. كاين الماتش ديال المغرب غدا على اساس المقابله كاين الماتش. بكره الماتش. اذا خلاص اذا نخليه لبعد بكره. لا بدام بكره الماتش خليها بعد غدا ان شاء الله. نخليوها الحد اليوم الاحد الا بغيتي نديروا الخامسه او السادسه. زي هيك ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. مرحبا لانه يعني الناس يعني محتاجين نحكي يعني احنا محتاجين نتعرف. اوكي لكن الاخ عدنان انا فقط حبيت نعرف الموضوع القبائلي من اي جهه تحب تناقشه من اي ناحيه باش تكون معرفه يعني شامله في الموضوع. هل القبائل قبل الجزائر ام الجزائر قبل القبائل؟ يا اخويا ناقشوا استاذ كلمه غناقشوها من جميع الجوانب. من جميع الجوانب. داكو لان مهم يعني موضوع جد مهم لانني انا عندي واحد النظره تختلف ولكن ان شاء الله نناقشوها في وقت ما حبيته. نحن طبعا احنا موجودين في اي وقت يعني ما يعني طبعا تهمنا القضيه هذه. نعم هي تهمنا الكل. ما تنساوش الاخوان واحد النقطه الا كنتوا غتهضروا على القبائل ما تنساوش واحد النقطه على ان معظم الشعب القبائلي لم يشارك في استفتاء تقرير مصر اللي اعطته فرنسا للجزائر ولم يشارك في الانتخابات ولم يشارك لا هذه انتخابات مؤخرة ولكن في استفتاء تقرير مصر لبيت السات بين معقوفتين الدولة الجزائرية معظم الشعب القبائلي القبائليين الأحرار اللي كانوا ساكنين في هذه تفاصيل كلها إن شاء الله نتعرضوا لها. القبائل شاركوا في تقرير المصير مع سميتو هذا كان مع كريم بالقاسم شاركوا هو اللي كان كيمثلهم كان كيمثل القبائل كريم بالقاسم. ايوا كاين عندنا روايات أخرين كاين روايات لا خويا كريم بن قاسم هو من كان يمثل القبائل كان مقيم هنا في فرنسا قبل أن يتم اغتياله من طرف البنديين اللي دراني يعني اللي اغتلوه الجزائر اللي اغتلوه الجزائر هو عبن رمضان والخيدر هادو كلهم والحسين أيت حمد هادو كلهم كانوا مجاهدين وشاركوا في الاستفتاء. نعم ولكن في الاستفتاء ولكن انتخابات اسمح لي يا قطر قول نتكلموا في الجزئيات اللي قالت اخت نجاة كيف خذل كيف خذل اهل القبائل وزعمائهم وتعرضوا للاقصاء والتصفيه. وكاين فيديو دابا مؤخرا تيدور ديال قديم ديال السنوات ديال الستينات ديال حسين ايت حمد هو اللي لابس البدله العسكريه وكيقول لهم حنا نرجعوا الكرامه ديالنا حيتاش ما استشروش معاه حتى في صياغه الدستور اللي كان هو في حيت كانوا قصاوهم في 1962 باش نقالب بومدين مع بن بلة مع بوتفليقة هاد ثلاثي محور الشر باش كانوا نقالبوا على الشرعية على عباس فرحات هو وبن خدا على مجموعة وجدة هادو كانوا نقالبوا هادو باش كانوا نقالبوا على الشرعية في 1964 كان منين ولا أصبح بومدين هو وزير الدفاع شن هجوم على حزب الاف اف اس اللي كانوا أسسوا أغلبيته يعني واحد 80% كلهم قبائل سميتو الاف اف اس جبهة القوى. أختي العزيزة أختي العزيزة عندك كلامك صحيح وحتى حرب الرمال كان هروبا من هذه الحرب الداخلية الحرب حمادي حتى نكون يعني كلامكم صحيح جدا ولكن لازم يجب ان تعرفوا حاجه واحده على ان الثلاثي هادو لم يكونوا يفكرون بل فرنسا هي من جعلت من هذا الثلاثي ان يستطيع ان يكونوا رؤساء ضد المجاهدين الاحرار بما فيهم الثلاثه الذين مقتولوا. فرنسا وراء كل ما قام به بومدين وبوتفليقه فرنسا وراء كل شيء من اجل بقى النظام هذا بس تبقى فرنسا طبعا تستغل كل شيء. اما ان يفكر بومدين على انه بومدين لم يكن لا رئيسا ولا حتى مجاهدا بوتفليقه لم يكن كذلك انما فرنسا فكرت لهم واعطتهم الخطه
واستعملوها، وكان يعني للأسف الشديد قتل واغتيال المجاهدين الذين هم رفضوا هذا الشيء. دونك أنا يعني لما نقول على أن هذا الثلاثي استطاع أن يصل إلى الحكم فهذا تكبير من شأنهم، إنما فرنسا هي التي قامت بكل شيء وزالت ولا زالت تقوم بذلك. أنا قلت لك انقلبوا على الشرعية. انقلبوا على الشرعية. بأنني نقول هذاك أنهم دخلوا نقول انقلبوا. لا انقلبوا بأمر من الأم أو الأب الفرنسي الذي قال لهم. طبيعة الحال لأن عباس فرحات كان غادي يصفي الملف ديال الصحراء الشرقية مع محمد الخامس الله يرحمه، ومن بعد مع الحسن الثاني. تماما وفرنسا لا تريد ذلك. اما ان يفكر النظام الجزائري البارح رجعوا الشهادات، يمكن نرجعوا الشهادات ديال بن بلة. وي شهادات عنده، يعني قال في السياق هذا كثير. الى رجعنا الشهادات ديال بن بلة في برنامج شاهد على العصر، راه تيذكر بالتفصيل ان قبل الانقلاب بعث بوخروبه ومجموعته احد من يمثلهم الى فرنسا، وظل ينتظر اكثر من 10 ايام الى ان تلقى الموافقه من فرنسا للقيام بهذا الانقلاب، وكل هذه المعطيات موثقه تماما. يا فوالا بعد جوله كبرانات ونقطة أخرى إخوان. أنا ما كرهتش كذلك يتناقش الموضوع من خلال يعني مثلا شنو هي البنود في جميع الأحوال. نخلي هذا الموضوع إن شاء الله اليوم الأحد. المهم تحياتي لكم، وأنا مضطر أنني نغادركم هذه اللحظة. تحياتي لكم ولكم جزيل الشكر جميعا. شكرا سحميدة، شكرا لك، شكرا لحضورك الطيب، شكرا لكلماتك. أنت مش أنت اسمعني سحميدة، الناس بترمي كلمات، إكرام منكم، اسمح لي، الناس بترمي كلمات، أنت قصفت بكل معنى الكلمة، ضربت صواريخ اليوم ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويديك الصحة. مزيان الله يحفظكم. إن الحقيقة أخي عدنان ليس إلا الله يحفظك الله يدي الصحة. شكرا كثير لك. اللي بغيت نقول لكم أن أحسن الموضوع ديال القبائل إذا كان ممكن نناقشوه زعما من مبدأ القانون الدولي، واش شنو هي البنود اللي يمكن يرتكزوا عليها يعني القبائل في إطار القانون الدولي باش يكون عندهم يعني حقهم في دولتهم مستقلة. الارتكاز بحال دابا حيت مقومات تأسيس الدولة هو يكون عندك رئيس، هي تكون عندك أرض، ويكون عندك شعب. هادو كاينين عند القبائل، عندهم 12 مليون قبائلي، عندهم الأرض نتاع القبائل. يعني مني كتمشي تاريخيا كتلقاهم أن كانوا خاضوا معركة مع العثمانيين، وأن الثقافة ديالهم ما زال كيعتمدوا عليها. يعني القبائل هما الوحيدين اللي محتفظين على العادات والتقاليد ديالهم، عندهم الأرض، عندهم الرئيس، عندهم العملة، عندهم الدستور، عندهم نشيد وعندهم النشيد الوطني ديالهم. هاد الناس هادو اللغة ديالهم عندهم هاد الناس هادو كانوا كيعيشوا للضطهاد من 1964 وهما مضطهدين. قتل فيهم في 1964 500 من أعضاء ديال حزب الFFS جبهة القوى الاشتراكية. ومن بعد في 1980 كانوا داروا الربيع الأمازيغي اللي كيحتفل به كاع العالم الأمازيغي. في 1980 قتلوا فيهم 128. في 1994 قتلوا المعطوب الوناس، هذا كان يعني منشد كي يعني كي كيدير ديك الاغاني الملتزمه. في 2001 حتى 2002 داروا عشريه سوداء، قتلوا 130 قبائلي و5000 جريح ما بين جروح متفاوته الخطوره، وكذلك 200 معطوب اعاقه مدى الحياه. يعني هاد الناس هادو انطلاقا من هاد 2001 واليوم كذلك 2009 2001 2002 كانوا قاموا بمسيرة فيها 2 مليون، مسيرة يعني مليونية فيها 2 مليون، مشاو من القبائل من بجاية نحو قصر المرادية، وكانوا وصلوا تما وبل يعني بلغوا الرسالة ديالهم. وابغتيغ من هذاك الوقت
يعني فكروا انهم على هاد الطي هاد اللي كيعيشوا عليها كنلقاوهم انهم ما شاركوش في الانتخابات الاخيره ديال هاد الشيعي، ما شاركوش في الانتخابات، زيرو 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 مشاركه، وكانوا كيطبل الاعلام الكبراناتي كان يطبل قال في اكتوبر غادي نديروا اعاده الانتخابات التشريعيه عفوا نديروا الانتخابات التشريعيه يعني في القبائل، وما داروهاش لان ما داروا لهم لا حتى شي حاجه. هنا كيبان لك داك الاحراق ديال الغابات اللي كل سنه يعني من بئر بوعريريج، لان حيت القبائل كتبدا من بجايه وتيزي وزو، لان بجايه هي العاصمه الاقتصاديه اللي واخدين هذا القبائل، وقتل العربي، وقتل العربي باش يقولوا على ان القبائل هما من قتلهم، إيه باش يقولوا بان النار بين العرب والقبائل، باش يقولوا بانهم تنظيم ارهابي وبانهم فيهم العنصريه. دابا البارح اختي الى سمحتي لي غير نكمل واحد النقطه ونرجع لك اخويا. واحد النقطه هو انهم البارح اول امبارح اول امس قتلوا هنا في فرنسا في باريس واحد القبائلي كان هرب من الجزائر لانه كان كانوا حكموا عليه بالاعدام، وجاو قتلوه ورموه في لاسين ولقاوه في لاسين مرمي. تفضل اخويا. قال لك تبغي غير نقول لك دابا شوف شكون طلع معنا. الله يرحم كل الوالدين، الله يرحم الوالدين، بلاش يضربونا بالسنيان. شوف شكون طلع معنا، هذا مغربي ريفي، هذا مغربي 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 امازيغي من شمال المغرب. هذا مغربي ماشي من مغربي مغربي. فوالا هذا هو الكلام اللي ممكن يوقع. انا ريفي مغربي مغربي امازيغي مغربي مغربي. لا لا هل انت ريفي مغربي؟ شوف شوف انا علي صحراوي مغربي، قول انت انا ريفي مغربي. انا ريفي مغربي نعم يا صديقي، انا ريفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا اخي استسمح، السطره عندك اخويا، السطره عندك بعيد، السطره عندك بعيد اخي ريفي. اي واحد النقطه الاخت كما كنتي كتهضري بنتي ليا تبارك الله عليك، شكرا. بغيت غير نسولك، سمعت واحد، سمعت مؤخرا كنت كنقرا على دابا لو سيستيم، دابا هذا النظام ديال شنقريحه وتبون، قال لك بدا واحد الضغط على رجال الاعمال الجزائر القبائليين، منهم اسعاد ربراب، هذاك ربراب اللي هو ثالث ولا رابع ثروه افريقيه، ضاغطين عليه وبغاو يحيدوا له الاموال ديالو، بغاو يدخلوه في قضيه الفساد وكذا وكذا ديال بوتفليقه. دونك بغيت غير نسولك، واش هاد السياسه غاديين معاهم باش يصفيو حتى دوك رجال الاعمال القبائليين؟ شوفوا ما يقدروش يصفيو رجال الاعمال ديال القبائليين، لان اللي هز الاقتصاد في الجزائر هما القبائليين، لان ملي كتمشي كتشوف مالي لي سوبر مارشي، ما عمر الجزائر كانت كتحلم يكون عندها سوبر مارشي، كان ماشي القبائل هما اللي داروه. ما عمر الجزائر ما كانوا غادي يكونوا عندها الابناك، راه عندها جمعيات بحال ديك دارت اللي كنديروا حنايا، بحال هكاك هما عندهم. يعني راه حتى 2021 عاد ولا عندهم بنك البريد و كارت قيشي، عاد دارت حتى 2021. يلاه من فوق تاش، يلاه داروا كارت قيشي. معظم رجال ديال الاقتصاد اللي كاينين واللي كينميو البلاد فهم قبائليين، ما يمكنش يتخلصوا منهم، لانهم اللي هازين دابا 60%، 60 ملي كنقول لك 60% ديال الاقتصاد الجزائري هازينو القبائل، ما يمكنش يتخلاو عليهم. واخا يبغيو يصادروا لهم سلام ابرامو، واخا يبغيو يديروا قضايا الفساد. انا ابرامو كانوا دخلوهم وفي ساخر رجوع، لانهم عارفين بلي انه كيملك رؤوس اموال كبيره اللي ما يقدرش يستغنوا عليها. حيت عنده ماشي غير هكاك، هو تابع لفرنسا، عنده الشريك ديالو اكبر يهودي فرنسي، راه كيفراني ودي انه ما كيجيو كيبداو النوبه الاولى فهمتي كيديروا واحد الضجه، ابخي من كيتسطحوا مع الحيط كيتراجعوا. هو شوفي أختي اسمح لي، النظام الجزائري لا يريد أن القطاع الخاص، النظام الجزائري لا يريد رجل أعمال،
النظام الجزائري لا يريد ويحب فقط الغاز يتحكم فيه الجنرالات والحكومة تاعتهم بس، يكونوا ناس عندهم اقتصاد. الغاز تتحكم فيه فرنسا، فرنسا عندها واحد ولا فرنسا 40 تماما. طلع الأستاذ أبرامو، أبرامو صديقنا وأخونا ومرحبا فيه، نطلعه قبائلي هذا وراجل يعني نحترمه كتير. ماشي قبائلي إلا فرصة قادمة. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل مغربي في أي مكان، تحياتي لأخت نجاة، تحياتي عدنان، تحياتي الإخوان اللي في الجيس. الله يحييك ويبارك فيك، مرحبا فيك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وأنا ما تسلمش عليا الخائن يا كابرامو الخائن، والله بلا الخائنة تجيتها تسلمش عليا أنا. تسلمت عليا ما ياسر الله يديك. شفتينيش ويلي فين ياسر؟ فين ياسر؟ ياسر نسمعوه ولكن للأسف شديد ما بانش، ما كيبانش. أنا مختبئ، أنا مختبئ لأن شوف انا تخبيت حيت الجزائريين ولاو كيستهدفوني بزاف، داكشي انا في حمايه عدنان اليوم. حياك الله يا مرحبا يا مرحبا. والله مفاجاه اخي ياسر، هذه ما شفتك ولاك في السقف. بارك الله عندك ياسر يعني جزء الاصوات، ما جزء الاصوات باينين، وحده ياسر وانا. سبحان الله، يعني أول مرة أنا نشوف هذا. ولكن أخي ياسر طبعا يعني هذو الأعداء الذين هم ضدك، لأنك يعني لديك ما تقول، إنسان أنا أتابعك من زمان وكل ما أريد أن أتكلم أنت إنسان يعني بمستوى يعني لائق، وطبعا الناس اللي دائما هما يعني على مستوى المحاربون من طرف الجميع، النظام الجزائري يحارب الجميع في بلاده وبلاد الناس. اخويا تابعين غاشي فورت الكاميو بغيتو يدوز عليهم ان شاء الله، ما درنا لهم والو، ما درنا لهم حتى حاجه، غير كنهضروا كنناقشوا. اخي ياسر، اخي ياسر، اخي ياسر، هذا كنسمعك، انا كنسمعك كتهضر، عندك طريقه، عندك طريقه في الاسلوب، عندك لوبجيكتيف اللي فيزيبل يبان، عندك ما شاء الله يعني اشياء كثيره عندك في الدماغ، عندك عارف، عندك تعرف كيف، تعرف كيفاش تتكلم معهم. هذا ما يبغوشهم هذاك النوع، ما كيبغوش هذاك النوع، لهذا انت متابع. والاخ كمال السي باغاي وبعض الناس، الاخ السي داك اسمه هو رجل من هذه الارض الذي هو من الداخله اللي هو صحراوي، يعني انا ناقشت مع العديد الناس اللي لديهم تاريخ مخهم، معلومات، معرفة، طريقة أسلوب، طريقة كلمة أداء. لو سمحتوا جزاك الله كل خير. تفضل خويا عدنان، تفضل استسمح. أنا يا أخو هذا الحساب ما عرفتش إيش بينه وبينه، هذا بيراقب لي لايفي يوميا أول بأول. هذا السيد مغربي عنده ظروف خاصة، عنده حياته ما عرفتش يعني. هذا السيد أكيد بتعرفوه، شوفوا هذا المغربي، وحسب ما هو حسب كلامه طبعا بقول إنه هو مشى هرب من المغرب على ليبيا وغير الديانة بتبعته، حسب كلامه طبعا كان مسلم أصبح مسيحي. ولكن ما فهمتش إيش بده مني، كل ما بفتح لايفي بدخل عندي وبقعد يصنط علي. هذا اعمل له بلوك. ولكن بس أنا حبيت، هو معانا الآن، هو معانا فحبيت اقول له شنو بغى يعني يرجع للاسلام ولا شنو بغى هذا؟ ما عرفتش يعني هو ها الاسلام. ولد القبله فين جات؟ اخي عدنان كله مرحبا. اخي عدنان ما تستغربش، مادام انا كنجي عندك كل شيء غادي يجي عندك، مادام انا كنجي عندك، مادام انا كنجي كل شيء غايجي. هذا انا شايفه ولكن ما كنعرفوش حاجه جامي فيه. ايش حكايته معايا؟ لازم اعمل عليه بحث صغير وغادي يبان لك شكون الحقيقه. حتى الوقت نجات كتعطيهم العصا، نجات كتعطيهم الفلقه. راه دابا كيتسناوني ندير الكونت ديالي الكبير باش يضربوا لي، ضربوا لي كاع الكونتات. نجات انا هذا راه ما خلونيش نتقاعد به، راه يلا رديتو عاودوا ضربوه، يلا رجعتو دابا انا يا هذا حيدوا لي ستيلو الاخر، حيد داوي ليا. وعدنان عدنان يستر الله، ما كتعجبهمش الحقيقه، ما كتعجبهمش الحقيقه. وعدنان وانا جات جا عندي عدنان قبيله، هو اللي فكني من السينيال. هو يقول لك تيطلع عندي اللايف يحكتوه، ما عمري يطلع عندي انا اللايف
دائما ينزلوا نزلوا اللايف عندي اربعه د الخطرات ولا خمسه د الخطرات حتى جا عدنان عاده سميتو طلع اللايف. بس كيف انا معاك أبرامو، انا يوم ما بدك تفتح لايف ان شاء الله دائما ابعث لي انا بتابع معك، بخلي عندك اللايف يعني خفيف سالم ما غنضيعش فيك حلقي. انسان كاع ما يشوف هذوك الناس اللي كيكتبوا ليش لان لا سمعت كوكو اجى عندك بعد ما مشيت انا أبرامو. طيب انت بس معك كوكو أبرامو يقول لك تطلع العرب. كوكو أبرامو سمعت انه اجى كوكو بعد ما انا مشيت خرجت من عندك من اللايف واعترض على اني انا يعني باجي عندك ولا بسلم عليك ما فهمتش. المهم الناس قالوا لي انه بعد ما مشيت يا عدنان اجى كوكو وما عجبوش انك انت يعني وجودك غاد. ما فهمت انا، انا بالنسبه لي يعني بقولها جهارا نهارا. انا بالنسبه نعم تفضل. هذوك الناس اللي ما عندهم المستوى يا اما ضعيف يا اما المستوى ما كيحبوش الحوار. الناس كيبغوا دائما يكون الراي تاعهم هو الصائب، ما كيبغوش الراي الاخر. انا ناقشت مع بوليزاريو، ناقشت مع جزائريين ولقيت على ان لا داعي للمناقشه. يعني ياسر مثلا وكذا تفضل اخويا. مناقشه غير ممكنه معهم، امبوسيبل ابدا. عندهم جدال ليس المناقشه. لا 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 ماشي عندهم واحد المشكل، عندهم واحد المشكل، عندهم واحد المشكل خطير خطير جدا. واحد يقدر يكون عايش كيف ما كنقولوا دون لا ميرد حشاك ويجيب ليه الله ما عرفو بانه عايش مزيان، تيقول لك انا عايش مزيان انا بخير. انا علاش انت عايش مزيان؟ انت لك عايش 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 حشاك. لا لا هذاك الشيء خويا، هذاك الشيء اسمعني. انا عشت معهم وكنت في الجيري وكنت في الجزائر بالضبط، كنت في بيرمورديس كنت العاصمه خي العزيز. هذوك ناس كبروا في الكذوب، فهمتني؟ عبدك القتل اللي كيشوف راسه في وكيحسب راسه اسد، كبروا في الكذوب. علمهم على ان نحن اقوى دوله، نحن اصعب دوله. فعلا اعطاهم ربي اعطاهم الغاز، وليك الغاز كيستعملوه بواحد الطريقه طبعا لا يعني راك عارف. لهذا يعني كاين تدعيم يعني في السبعينات وفي الثمانينات تدعيم تاع الدوله غير كتعطيو كتسميتو كلشي رخيص. من نهار اللي نزلوا الدراهم ونزلوا الفلوس من التحت اش بقاو ناط الحراك، جاب لهم ربي هذه الحرب هذه وطلعوا الفلوس ها هما عاوتاني كيفرقوا الدراهم. يعني كيف كيقولوا هما الدرهم. دونك اش غنقول لك، يعني بحال كان معهم هذا الغاز يعني عباره عن يعني شنو نقول لك، الغاز هذا يعني ماشي شيء ايجابي لهم، بل هو سلبي. دونك غيبقاو في هذا الشيء، وزائد الدول الاوروبيه التي هي تستفاد من هذا الشيء وكتحاول تخلي هذا النظام كابس على النفوس نتاع الجزائريين. حتى ولو الجزائريين كيصدقوا على انه فعلا احنا اقوى دوله. انا هنايا كنتلاقى مع شو هذيك يقول لي احنا اقوى دوله، كنقول له باش اقوى دوله؟ الدرهم كيسوى 20 دينار باش. انا قلت لهم وانا سويون بلان سونتر دالجي، احنا عندنا درهم كينبيعوا بطاطا وماطيشه والدلاح، ثم كتبيعوا الغاز مي درهم مغربي كيسوى 20 دينار جزائري. شرح لي. كيقول لك لا هذاك الشيء الاقتصاد، وما كتقدرش تدخل معهم في حوار يسمعك يقول لك ودي فهمني والو، انا فاهم انت ما فاهم. بس وخذ معاه رونديفو، تفضل قول له نمشيو نتلاقاو انا وياك في اسبانيا. ما عندوش الحق اللي يخرج معاه 60 ولا 70 اورو. لا دوتاسيون، لا دوتاسيون توريستيك ديالو هي 60 ولا 70 اورو، فهمتيني؟ الوغ في المغرب راه كتوصل 40000 درهم. لا دوتاسيون صحيح لا دوتاسيون ديال المغرب لو تيتخرج معاك قول لي راه نديرو انا وياك رونديفو مثلا في اسبانيا ولا في شي حاجه، والله ما يخرج معاك اكثر من 60000 فرانك. صحيح. الاخ عدنان، انت قلت الموضوع ديال القبائل، هل يعني هل انت من المشجعين ديال الانفصال؟ هل انت من المشجعين تاع انفصال الدوله هذه الدوله عن الجزائر؟ بغيت غير نعرف انا، لانني انا من الدعاة نتاع الانفصال. شوف يا اخي العزيز، انا بالنسبه لي كشخصي موضوع القبائل يعني يلا يعني دخيل علي جديد، فبديت انا اقرا شويه وبديت يعني اتثقف، فلقيت انه هم شاب تعدادهم تقريبا 7 مليون، اللي بتكلموا اللغه الامازيغيه في كل انحاء الجزائر 10 مليون، مقاطعين الى الانتخابات، عندهم دوله جمهوريه القبائل قبل الجزائر، كانت هناك كمان عندهم مملكة اسمها مملكة كوكو. يعني جمعت عنها شوية معلومات، وبالفعل يعني أنا ما زلت أنا يعني أوعدت أنا الشباب إنه إن شاء الله يجيبوا معلومات كافية.
لا انا ببحث عن معلومه بصراحه، انا ببحث عليها من خلال الانترنت، ولكن بحاول اني اثقف نفسي، لاني بصراحه انا يعني في طبع انا يعني بحب اناصر الناس القضايا العادله، هذول الناس يعني عندهم قضية عادلة، فأنا مناصر لهم، أنا مش قبائلي، أنا بقول لكم أنا فلسطيني، أنا عربي فلسطيني مناصر إلى الإخوة القبائل، بحكم إنهم هذول كمان مسلمين عندهم مساجد في القبائل كمان غاد يعني، فبالتالي يعني أنا أحترمهم وأنا مناصر لهم. أنا يا أخي عدنان، أنا شوف أنا من جنوب المغرب، أنا من الجنوب المغربي، من الصحراء صحراوي، من قبيلة ولدليم وكل شيء مغربي 100%. أنا من دعاة الحكم الذاتي في القبائل، أنا من دعاة الحكم الذاتي بالقبائل يعني، ودائما يعني كنحاول ما أمكن نلقى ناس يقولوا على أننا نريد جمهورية قبائلية، ولو أن هي موجودة تاريخيا، لكن الآن نريد حكما ذاتيا، حكما ذاتيا في الجزائر للقبائل، يعني هذه كالبدايه، هذه هي اللي فضل الحكم الذاتي في اطار الحكم الذاتي في اطار اي حدود. اخي ياسين القطعك واحد كلمة، الله يحفظك، الله دخلته ودخلت على قبلك اخي ياسين والله الا كل كلنا كندخل على قبل ياسر، كلنا كندخل على قبل ياسر اخويا، الله يطول عمرك. لا خويا لا واخي عدنان والله لا احبك في الله بجوج، اقسم لك بلادي يا الجمله كنت باغي نبدا بها، وانما ياسير ذكر واحد الموضوع لي في القلب ديالي، نحن كمغاربة ضد تفريقة أي دولة، نحن كما قال ياسير نعطيهم الحكم الذاتي ديالهم كما أعطينا إحنا الصحراوي الحكم الذاتي ديالهم. نعم ضد تقسيم، إحنا بغينا نتوحدوا وقوك عباد الله، واش إحنا بغينا التفريقة مع من بغيتي توحد أخويا، مع من بغيتي توحد. اسمحي لي أختي، اسمحي لي تجيك الكلمة، احنا بغينا نتوحدوا مع جميع الدول، جميع الدول الاسلاميه، جميع الدول الاسلاميه. انا ما كيعجبنيش انا في المغاربه كيطلعوا باغي نتوحدوا مع الدول الاسلاميه، هذيك الدول الاسلاميه شوف عليك خليه يتكمل. هما انا جات شوف اختي، هو في اطار شوف في اطار تغيير هذا النظام، انا ادعو لاسقاط هذا النظام. هو نظام، هو اي واحد دقيقه، هو نظام وظيفي، هو ليس نظام لا يسعى لا لمصلحه الجزائريين، راه عندهم العقليه الخروبيه. نعم هو عندك واحد السؤال، عندك واحد السؤال سياسير عندك واحد السؤال، هادشي اللي كتقول كله زوين، ولكن هو مش النظام، راه غادي نلقاو 45 مليون جزائري حاطين ايدينا في الخدمه خاوه كلهم في الخدمه. لا النظام الجزائريين، شوف الجزائريين، انا نقول لك انا معظم الجزائريين هما محتجزين داخل الجزائر الان، عندهم واحد الحقد، الحقد اخواتي اسمح لي واحد الكلمه ونهبطوا وكملوا غير خليوني ثاني اسميتو وعقبوا انتم كما بغيتوا. تفضل يا خويا نكمل باش كدهرجوا لي اسميتو خصني والي شعب اش نفكر عاوتاني داكشي اللي باغي نقول. الله يحفظكم اقسم لكم بالله العلي العظيم، شوف تعلموا اش كناخذوا احنا من الغرب، كتعلموا منهم اللباس ايه اسميتو، تعلموا منهم الاتحاد ديالهم، كتمشيو فيزا وحده شينغن، تمشي اي دوله بغيتيها تمشي ليها، حشومه احنا كعرب كدول اسلاميه عندنا دين واحد لغه واحده، حتى الا ما فرق حتى اللغه كتفرقنا كيجمعنا الاسلام. حشومه انت كتعتبر دابا الجزائر، كتعتبر الجزائر مسلمه، شوفي اللي محتاج دين خوت كفيتين دوف، هادو مسلمين والله يرحم اللي كيقسموا البلاد 47 سنه، هادو مسلمين والله، خليونا الله يرحم بها الوالدين من التقيه ديالكم، خليونا راه بحالكم هما اللي خرجوا علي على هاد البلاد هادي، والله القسم هما اللي خرجوا على المغرب، والله القسم الا خرجوا على المغرب بهاد النظام ديال التقيه خاوه عدنان خويا، هاد اللايف ما فيهش خاوه ما كاين لا خاوه لا خاوه، هاد اللايف هذا ماشي خويا، الله يرحم والديك حنايا الاسلام،
شوما شوما حنا ما كنهضروش على الاسلام لان الاسلام دقيقه ما خصناش نكمل كاين. شوف خويا انت طلعتي ما خليتي حتى واحد يهضر ما خليتي حتى واحد يهضر كانوا الناس كيهضروا قبل منك ما احترمتيهم. شو بغيتي نخليوك تطلع تقول لينا اللي بغيتي؟ انا طلب ما عرفتش واش شي خالد بوسلام طلع معاهم في شي لايف. لا خويا هضرتك انت حنا ما عجباناش ما عجباناش طالع تتهضر مسلمين. واش الجزائر مسلمه اللي مثلت بالملك ديالنا اللي كتسب بالملك ديالنا اللي كتحرق الرايه ديالنا اللي كتسطم على الملوك ديالنا؟ والله نعلم مول الوالدين هذا اللي كيسب الملك ديالنا. واش هادي واش عباد الله الجزائر اختك اللي ردات الصحفيين غير دابا في 2000 نهضروا غير على 2022 والله هذيك 2022 واخي كملوا عقبين رجعت الصحفيين راه الا كتقطع لي الموضوع ديالي من النص راه بحال كتهميني انايا الله يهديك. راه انت طالع اصلا داير لنا نظام التقيه طالع اصلا حنا كلنا مسلمين اسيدي طالعين كناضلوا. شوف انا ماشي شيعي طالعين حنا شوف نقول لك طالعين حنا في تيك توك التقيه كيديروها الشيعة طالعين حنا في تيك توك. شوف انا طالعين في تيك توك طالعين في تيك توك طالعين في تيك توك من اجل السياسه ما طالعينش من اجل الدين. الدين باقي ويتمدد واكبر مني واكبر منك. والله الا حشومه والله الا حشومه ما خليتي حتى نكمل. لا تقول على 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 الجزائر وحنا خصنا نتوحدوا خصنا نديروا. شكون اللي كيهرس الاتحاد العربي؟ حشومه 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 حسن ثاني اللي كان كيديروا الله يرحمه. وخليني نكمل الاتحاد العربي والجزائر خليني نكمل خليني نكمل الله يهديك الله يهديك خليني نكمل نكملوا عقبي اقولي سبيني اللي عجبك ديري. لا لا خليني نكمل خليني نكمل خليني نكمل انا كنقول عليك انا خليني نكمل خليني نكمل ولي عجبك ديري. لا لا حيت هضرتك انت معنا ما نديروا بها اخويا ما كان احتراماتي ليك. لا طالع خوتنا وتونس تونس دابا اللي حل مكتب ديال بوليزاريو حلت لها هذيك الممثله ديال بوليزاريو حلت لها مكتب في تونس تاع دوك خوتك. غير مقبول الخطاب ديال خاوة خاوة الخطاب غير مقبول كاع الخطاب ديال خاوة خاوة شادشي هذا. لا لا هذا كون طلع عندهم في لايف ديالهم وصبنوه مزيان كان ما غيقولهاش. كون طلع لعندهم وصبنوه مزيان وصبنوا ليه انا تطلع مع شي جزائري كتبغي تهضر معاهم يا اخوة انا عدنان الفلسطيني بقول لكم انا اي واحد تبع خاوة خاوة انا ما عنديش مع الحاجة هذه. انا شخصي ما عنديش الاخ عدنان لا يمكن شوف اخ عدنان لا يمكنه انا كنقولها انا قلتها اون بلان بوبليك لا يمكنه ان اقول خاوة خاوة مع النظام الجزائري ولا حتى الجزائري. لماذا؟ لان ما دام هناك على ارض في ارض الجزائر يعني مرتزق مسلحون وهذا يضربون يجب على الجزائري ان يقول نحن ظلمنا المغرب لمده 50 سنه. ديك الساعه نقولوا احنا خاوه خاوه. مؤخرا كنت في لايف نتاع قادر قلت له يا قادر لا الحل الوحيد مع النظام الجزائري هي حرب. انا قلت له هكا قلت له ما فيش حل ثاني. شوف شكون اللي طلع ولكن حنا ما ملزمينش بهذا خاوه خاوه. دابا كيفاش حنا ضروري تكون خاوه خاوه؟ يمكن تدخل على الاخ اللي قال اماره كوكو. لو تعلم يا اخي ان كوكو قد زوج احد بناته لعربي. أنا السؤال اللي عندي واش حنا ملزمين لو تعلم واش حنا ملزمين خاوه خاوه في التنميه البشريه؟ لا 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 ايش يا اخويا ياك ما تعلمش باللي هذا من هذا المغرب مكراس 123 في التنمية البشرية أو لا تعلم هذا يا أخي؟ وتعلم معنى التنمية البشرية؟ التنمية البشرية فيما يخص الصحة السكن الطرقات البنية التحتية المغرب. أما الجزائر فإنها في من هذا العربي الذي زوجها له؟ من هذا العربي؟ سير قلب على التنمية البشرية عندكم راهي 103 قلب على التنمية البشرية عندكم في بلادكم ما تجيش توريني لنا التنمية البشرية ديال المغرب. سير قلب على التنمية ديال البشرية في الجزائر او اين اموالكم البترول دابا انا كي انا اللي دابا هما عندهم كريدي عندهم الكريدي فيه 109 مليار دولار نتاع المديونية في الجزائر وتحتل الرتبة الرابعة والمغرب يحتل الرتبة السابعة. 102 مليار دولار هادوك دولة ديال هوكستان عندهم الغاز والبترول ومع ذلك دولة عندها مديونية أكثر من المغرب. وكيجي طلعوا يبقاو يهضروا ويحلوا فمهم داكشي اللي محفظينهم البخروبيون العقلية البخروبية
كيطلع هنا كيبقى يجيهم داك الاسهال الفكري وكيبداو غير كيصرصروا علينا اللي هضرتي معاه المديونيه. انا جات خص تعرفي المديونيه الطريقه اللي كيتعامل صندوق النقد الدولي مع المغرب وكيفاش كيتعامل مع الجزائر مع كرغوليستان. النسبه اللي كناخذوا بها احنا الديون راه مقاده مع ايطاليا ومع بلجيكا اللي هما من يعني دول النسبه اللي كياخذوا بها هما من يعني من النسب ديال الدول التي لا يعني بحال كتقولي ما عندكش شي ضمانه يعني بحال الا غيعطيونا حنا 3% هما كيعطيوهم ب 14 ولا 15%. وما تنساوش الاخوان واحد النقطه مهمه راه هذه 3 سنين ولا 4 سنين وما عندهم لي بلان لو بلان دوستيريتي سياسه التقشف اللي في المغرب الحمد لله مرنا ما شفنا سياسه التقشف اللهم لك الحمد. يعني الطوموبيلات حاكمينك جينيرالات حاكمين الطوموبيلات ما بقاوش كيدخلوهم لي فروي اللي كيجيو مثلا من دول ديال امريكا اللاتينيه وكذا ما كيشوفوهمش بحال دوك لي فروي اكزوتيك. السيستم سيستم سويفت ما كاينش. دابا انا انت بغي نصيفط لك فلوس تما خصنا نعرف على شكون يتوسط وشكون اللي يعطي لهذا ويعطي لهذاك ودي شنو هو ضريبه. يا خويا ياسر فرنسا عرفتي شنو دايرين هنا في فرنسا؟ ما كيصيفطوش هما ما عندهم لا ويستر يونيون لا وافاكاش لا حتى حاجه ما عندهمش هذا الشيء لا غيا لا والو. اشنو كيديروا؟ كيتلاقى واحد مول الكار هنايا هنا مول الكار لان ما يمكنش الفلوس لا كاين واحد تما كيدير داك الشيء تاع كيتبادل مع كيتبادلوا كيعطيه هنا وكيتبادل فهمتي لي شونج كتجي انت كتعطيه هنايا هنايا هو كيمشي ليها مثلا كتعطي انت باغ اكزومبل 1000 يورو غيمشي لتما غيعطيهم هذيك الصرف ديالها هنا شو ما كاع تكون دوله يعني كتعطيه ماشي كتمشي تشونجي ولا ما كاينش كاع والله الا اختي لو دايرين لابليكاسيون في التليفون راه كتصيفط الفلوس والله الا وصلنا كاع دايرين هكاك هما مثلا بحال هكا ما كتكملش 5 دقائق كيقولوا لك فلوسك راه موجودين يتيراو. إذا سمحتوا الإخوة الكرام نصح لكم هذه المعلومة الله يرحم لكم الوالدين نصح لكم هذه المعلومة باش تفهموها. عندهم ويستر يونيون في الجزائر يوجد ولكن خصكم تعرفوا بأن إلا سمت على حسب ما قال لي الجزائري لأن سمعته ذاك النهار قالها وشهادة لله مثلا إلا صيفطي هنا 50 أورو كيخصم 500,000 ولا 675,000 يعني تقريبا كتفرض عليهم الدولة 45% ضريبة كبيرة. إبراهيم إبراهيم الويسترن يونيون سيستم ديالو كيعتمد على السويفت ما عندهمش عندهم تحويل من بنك لبنك عندهم تحويل بنك أنا حتى 2021 وهذاك التحويل من بنك هذاك من بنك البنك تقدر ما تسلم انت الفلوس على شهر بحال صيفطتهم لك انا دابا على شهر ولا على 24 يوم عاده باش تقدر تمشي تصرفهم. فوالا صحيح هذا اللي عندهم هما راه ما عندكش الحق تصيفط من الجزائر الفلوس ما عندكش الحق تصيفط في العام عندك الحق تصيفط 15000 دينار دابا طلعوها في 2021 ولات 15000 دينار في العام لكل مواطن جزائري اللي هي 102 اورو راه ابروفات 102 اورو في العام اللي عندك الحق كل جزائري خرج قلبوا عليها دابا وغادي تشوفوها تابروفات. راه كانت شحال هذه كانت 60 اورو لكل مواطن اللي تخرج من الجزائر ولا اللي تدخل اللي تخرج من الجزائر اللي تخرج من الجزائر اللي تخرج 15000 دينار اللي هي 102 اورو لكل مواطن في السنه 102 اورو في المغرب هي 40 سكوند. اسمح لي ان سكوند انا حبيت الاخ الصحراوي المغربي يتكلم يقول لنا شي حاجه رجل من هذه الارض لان ما شاء الله يعني عنده حاجات كثيره في هذا الميدان هذا تسمح انا غير دخلت لي اذا كنت كنجري تفضل. الله يحفظك اخي انا استحييت الحياء وشعبه من شعب الايمان انا قلت حفره انا يا والله لا مرحبا بالحفره ومرحبا بالشارع الجيش ومرحبا بالتقانت ومرحبا بالتغجيش ومرحبا تيغمرت ومرحبا بك كامل. انا نحيي اخوتي كاملين انا استحييت لانه كان نقاش راقي ما شاء الله واستفيد منه
استحييت ندخل يا غير بغيت نشارك معكم إذا وسع كرمكم مداخلتي. وبغيت نقول الشيء التالي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. طبعا أنا صحراوي مغربي بل الأحرى أن أقول مغربي صحراوي، فأقدم مغربيتي على انتمائي للصحراء. أنا ولد داخلة وولد حي الفطيحات وربيت وازددت وترعرعت في الداخلة وخيرت بك أخي. ويعني هذا الأمر كله تعرف عنه يهمني في صميمي في دمي، لأني المغاربة الصحراويون ممن شردوا وقطعت أرحامهم بأن حجز أهلهم واحتجزوا وبعد بينهم وبين إخوتهم في تلك الفيافي التي تعرفون، هم الأكثر يعني ضررا من هذا الوضع. أنا نقول لكم الشيء التالي، والله يا إخوتي أنا ما يهمني ما يحصل في الجزائر تماماً. الجزائر لها، أنا ما يعني ما أقطع يدي من الرجاء، أعتبر أن عندها أحرار يدافعوا عليها وخرجوا في خرجوا في الحراك وقالوا تبون مزور جابوه العسكر وقالوا دولة مدنية ماشي عسكرية. أنا اللي يهمني هو نقطة التماس بين المملكة المغربية الشريفة وبين